الراديو 90 هواها مصر. كان يا مكان يا مكان يا مكان يا مكان. جلس عجوز على ضفة النهر فلمح عقربا وقع في الماء. أخذ يتخبط العقرب محاولا أن ينقذ نفسه من الغرق، فمد له يده فلسعه العقرب. سحب الرجل يده صارخا، ولم تمضي سوى دقيقة حتى مد يده مرة أخرى لينقذه حينما رأه يغرق، فلسعه العقرب مرة ثانية. حاول للمرة الثالثة ولسعه العقرب. على مقربة من ذلك كان هناك حكيم آخر يجلس ويراقب ما يحدث، فصرخ الرجل للحكيم: أيها الحكيم، لماذا يفعل بي ذلك وأنا أحاول أنقذه؟ فقال: لم تتعظ في المرة الأولى ولا الثانية، وتحاول للثالثة وربما الرابعة. يا بني، من طبع العقارب أن تلسع. فرد الرجل قائلا: ومن طبع البشر أن أحب وأعطف، وسأحاول إنقاذه بشكل آخر. لا تقابل الإساءة بالإساءة. في أثناء عودته من إحدى المعارك التي حقق فيها انتصارا كبيرا، وحينما وصل إلى مملكته لزم الملك الفراش شهورا بسبب تدهور صحته، وأيقن أنها هي النهاية. جمع الحاشية وأقرب المقربين ليتحدث إليهم، ودعا قائد الجيش المحارب إلى قلبه وقال: إنني أغادر هذه الدنيا، ولي 3 أمنيات أرجو منك أن تحققها دون أي تقصير. فاقترب القائد وكان يبكي وانحنى ليسمع وصية سيده الأخيرة. قال: وصيتي الأولى ألا يحمل نعشي عند الدفن إلا أطبائي، والوصية الثانية أن ينثر على الطريق من مكان موتي حتى قبري قطع من الذهب والفضة والأحجار الكريمة التي قمت بجمعها طيلة حياتي، والوصية الثالثة والأخيرة: حينما ترفعونني على النعش أخرجوا يدي من الكفن وابقوها معلقة بالخارج وهي مفتوحة. حينما انتهى الملك من الوصية قام القائد بتقبيل يده وضمها إلى صدره، ثم قال: مولاي، وصاياك قيد التنفيذ، ولكن هل هناك مغزى لتلك الأمنيات؟ قال الملك وهو يموت: إنني أريد أن أعطي العالم درسا لم أفقهه إلا الآن. في الوصية الأولى أردت أن يعرف الناس أن الموت إذا حضر لم ينفع في رده حتى الأطباء بأنفسهم، فهم سيسيرون في جنازتي ومشهدي وأنا ذاهب إلى نهايتي، وأن الصحة والعمر ثروة لا يمنح أحد ولا يأخذ أحد إلا بأمر الله. والوصية الثانية أردت أن يعلم الناس أن كل وقت قضيناه في جمع المال ليس إلا هباء منثورا في الأرض، ولن نأخذ معنا حتى فتات من الذهب ومن المال الذي جمعناه، فنحن مثل من ألقى كل ما يملك في الأرض. ووصيتي الثالثة: ليعلم الناس أننا قدمنا إلى هذه الدنيا فارغ الأيدي، وسنخرج منها فارغ الأيدي. فاللهم مثلما أتينا إلى الدنيا فارغ الأيدي فاقبضنا إليك ونحن لدينا من العمل ومن القول ومن الفعل الذي يجعلنا أثرياء حينما نلقاك. اللهم اجعل أعمالنا وصدقاتنا وبرنا لآبائنا وأمهاتنا وأقوالنا ثروة نقابلك بها في يوم الحساب. Thank you.
كانت هناك امرأة قروية كانت تصنع الطعام كل يوم لرجال العشيرة، ولكنها أتت ذات مرة بمقدار من علف الماشية ووضعته أمام الرجال بدلا من الطعام، فصرخ الرجال في وجهها: لقد جنت هذه المرأة. فما كان منها إلا أن قالت: وما أدراني أنكم ستلاحظون الفارق، لقد طهوت لكم الطعام 20 عاما فلم أسمع منكم طوال هذه المدة، ما يطمئني ويجعلني أعلم أنكم تفرقون بين الطعام وعلف الماشية. هل تعلم من هذه المرأة؟ هي الأم. هل تعلم من كانوا يتناولون الطعام؟ هم أنا وأنت وأنتي. الكلمة الطيبة صدقة، إن الأم ليست مجبرة أن تظل تخدم حتى آخر أنفاس عمرها. لا تنسى أبدا أن تعلق بكلمة طيبة على الطعام الذي تقدمه لك، أمك أو زوجتك أو أي شخص يطهو لك الطعام. أشكر دوما على صانع الأيدي. لا تظن يوما أنها تقدم علفا لأنك لا تأكل علف، ولا تظن أبدا أنها تقدم علفا لأنك لست ماشية. فما الذي يميزنا عن الماشية؟ الحمد والشكر لله ولعباد الله. سأل رجل بحار: أين مات أبوك؟ فقال: في البحر. فسأله: وجدك أين مات؟ فقال: في البحر. فصرخ الرجل وترك بالبحر بعد ذلك. فابتسم البحار وقال: وأنت أين مات أبوك؟ قال: على فراشه. وجدك؟ فقال: على فراشه. فالتفت إليه وقال: وتنام على الفراش بعد ذلك. الأحجار أثقل من الماس، ولكنها لا تساوي شيئا. كذلك الأشخاص، لا نقيس مكانة الشخص بثقلهم الاجتماعي أو منصبه، ولكن بأخلاقه الحسنة، ماذا علم وماذا تعلمنا منه. نقيس مكانة الأشخاص بتعاملاتهم الراقية. صديقي، الحياة تتسع للجميع، لا تتسع لك فقط، تتسع لي ولك ولغيرنا. فكما أعطى غيرك سيعطيك ويرضيك. لا تحسد، لا تتساءل، لا تتعجب، فعطاياه لغيرك ستأتي لك في دورك. إياك ثم إياك أن تتمنى زوال النعمة من غيرك، فالنعمة هي رزق من الله، ولست أنت من يقول أين توزع ومتى توزع وكيف توزع الأرزاق. لا تنتظر المديح من الآخرين لكي تعرف قيمة نفسك، بل اعرف قيمة نفسك حتى لو لم يقدرك الآخرون. تأكد أنه خلف كل تعب سيكون هناك راحة بلا حدود، ووراء كل حزن سينتظرك فرح كبير، ووراء كل هم فرج عظيم. ألم تقرأ قوله تعالى: إن مع العسر يسرا؟ السعادة لا تتحقق إلا بـ3: قلب لا يعرف ظلام الحقد، عقل لا تحوم حوله غيوم التشاؤم، صداقة لا ننتظر منها أي مقابل. قد يكون في التأخير في حصولك على ما تريد خيرا يريده الله لك. اصبر، تفائل، فقد ينتظرك من النعم أكثر مما تتمنى وأكثر مما تريد. فالفضل ليس أعظم من فضل الله. أجمل اللحظات حينما يفاجئنا الله عز وجل بشيء جميل كنا ننتظره وندعو، فنبتسم ونقول في سرنا: الحمد لله، كنا نعلم أنك لن ترد دعواتنا يا الله. شكرا، صباح الألف خير، نتقابل بكرة إن شاء الله، ناقشنا كلام معلمين السبت على الراديو 90. سلام عليكم.